السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم إخواننا في الحلقة 12 حول موضوع نمط الحياة الصحي اللي بيتعلق في مرضى السكري والأمراض المزمنة، اللي هو راح يكون موضوع عن بدي أركز على موضوع تناول العسل أو التمر. طبعا هذا مفهوم اجتماعي وقد يكون مفهوم أسبابه دينية، بغض النظر نشغل بالموضوع الديني بقدر ما أنه العسل والتمر إذا فحصوه علماء التغذية أطعموا مريض سكر أو أطعموا شخص 100 جرام تمر، يعني 3 حبات تمر تقريبا، ارتفع السكر بنسبة 120% أعلى من السكر العادي، سكر الشاي أو سكر المائلي أو الطحين الأبيض. فثبت أنه معامل السكري للتمر وللعسل بقارب 118-120%، فبالتالي يعني شو معنى 118-120%؟ يرفع السكر في زمن قصير، يرفع ارتفاع هائل أو عالي جدا في زمن قصير. هسا من هذا المنطلق أنا بصير أتناول، لو أخذت من هذه الأطعمة ما أخذها بحرية مطلقة، أخذها خليها بالصدف، ما أخذها تكون جزء من حياتي اليومية. يعني حبيت أنوع على هذه النقطة، كثير ناس بتداولوا هذه المفاهيم، هذه المفاهيم صحيحة، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تنص على في رمضان، ليش الإنسان منصوص على تناول التمر في رمضان؟ ليش؟ لأنه الإنسان بيصوم 12 ساعة أو 16 ساعة، ساعات طويلة من الصيام، يعني أكل حبة تمر، حبة تمر في خلال دقائق معدودة تكفيه، بتخلي بتحسسه بالشبع في زمن في أقل من 5 دقائق بيكون حاس بالشبع. من شو معناته أنه حاس بالشبع في بعد جوع 16 ساعة؟ يعني السكر ارتفع بشكل حاد فحس بالشبع. من هذا المنطلق لأنها سريعة الامتصاص جداً.